الآن صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي. النهاردة حلقة يوم الأربعاء بتاريخ 1/7/2020، بداية شهر جديد. يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم، بداية شهر سعيد إن شاء الله، ونعدي من الأزمة اللي احنا فيها ويكون شهر مليان بالتفاؤل والإيجابية. خليني أذكر حضراتكم بفقراتنا زي ما احنا متعودين. بنبدأ دايما بفقرتنا الإخبارية اللي بنتابع فيها طبعا تداعيات أزمة كورونا، وأيضا نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان هيكون معانا الأخبار الخاصة بالأزمة الليبية. فقرتنا في الفقرة الثانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات الصحفية، وده يكون من خلال ضيفنا النهاردة أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، هنحلل معاه أبرز المنشطات الصحفية. تابعونا. فقرتنا الأخيرة يعني هنتكلم فيها عن طبعا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه زمام البلاد منذ 6 سنوات، طبعا ملف العشوائيات، ملف كبير جدا شفنا فيه يعني إنجاز كبير جدا وضخم جدا ما كناش نتوقعه، من بداية يعني تل العقارب، شفنا حي الأسمرات، شفنا المحروسة 1 و2، وأخيرا كان في بشار الخير 3. يعني شفنا إنجازات كبيرة جدا لملف العشوائيات وتطوير العشوائيات علشان نقدر نحقق حياة كريمة للمواطنين اللي داخل هذه المناطق. نتكلم أكتر عن ملف العشوائيات مع ضيفنا النهاردة أستاذ عاطف أمين مؤسس التحالف المصري لتطوير العشوائيات، هنعرف معاه أهمية تطوير العشوائيات وإزاي أنجزنا كل هذا في هذه الفترة القصيرة. ده هنعرفه مع ضيفنا أستاذ عاطف أمين مؤسس التحالف المصري لتطوير العشوائيات، موضوع مهم جدا، تابعونا. ولكن خلونا نخرج لفاصل مشاهدينا ونرجع نبدأ أول فقراتنا، فقرتنا الإخبارية، خليكم معنا.